عذاب صويب سهم ما لقى من يداوي. الله الله واكبر كيف العيون تسحر كيف الهدى بتصوب اللي تودي له جرحني في الوداد وتعذاب صويب سهم ما لقى من يداوي. طبعا شاهدنا أغنية أشقر على أشقر للفنان راشد الماجد. على فكرة الفنان راشد الماجد طريح في مستشفى أحد المستشفيات في دولة البحرين الشقيقة. ما تشوف شر يا راشد وإن شاء الله تقوم بالسلامة. أما الآن ومن دولة الكويت نحلق إلى أرض الكنانة عبر الأقمار الصناعية، وهناك سنلتقي بالفنانة المصرية جيهان نصر. ونقول لضيفتنا جيهان نصر عبد الحكيم السبتي وندين صيداني يرحبان بك في ليلة خميس. ألو. ألو، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكي معنا بليلة خميس. أهلا بيكو. بالبداية بتحب توجهي أي كلمة لجمهورك بالكويت؟ أكيد عايزة لهم ألف مبروك على الانتصارات الرياضية، ويا رب دايما كده في عزة الكويت وأهلها. شكرا لك جيهان. يا ريت تسمحي لي لك جيهان، بالبداية يا ريت عرفت أنك خريجة علم نفس وهذا الشيء يمكن فاجأني، فهل اشتغلت في تخصصك مباشرة أو اتجهت للتمثيل؟ والله أيام الكلية كان متاح لي أن أنا أمارس الشيء اللي أنا درسته. درست تربية علم نفس، في آخر سنتين المفروض بننزل تدريب ميداني في المدارس، فكنت ساعتها بأمارس التدريس، لكن أثناءها كنت برضو شغالة في عملي كممثلة، وفي مصر كنت ساعتها فتاة إعلان بس. وهلأ هل ابتعدتي عن علم النفس كثيرا؟ يعني ألا تعملين في هذا المجال؟ طبعا لي صوتك بقى. عم تسمعيني؟ أها. هل ابتعدتي عن مجال علم النفس الآن؟ ألا تعملين؟ بالعكس أنا قربت منه أكتر. شغلي في التمثيل مخليني أقرأ يوميا في كتب علم النفس، لأني بحس أني محتاجاها باستمرار. أي شخصية جديدة بقدمها لازم أفتح لها كتاب، شخصية معقدة بتتفتح لها كتاب، شخصية منبسطة، شخصية اجتماعية، شخصية حبوبة مريحة، كل دي أنماط من الشخصيات اللي أنا درستها بحاول أطلعها بعد كده على الشاشة من خلال دراستي. بقى أنا كل مدى بهتم زيادة بالدراسة بتاعتي. نعم. الفنانة جيهان نصر مساء الخير. مساء النور. عبد الحكيم السبتي معك من ليلة خميس في دولة الكويت. أهلا أستاذ عبد الحكيم. فنانة جيهان نصر، سؤال ربما يكون جريء نوعا ما، ولكن خذ راحتك. هل الجمال اللي أنا بشوفه أمامي هو ساعد جيهان نصر في نجاحها واقتحام مجال التمثيل، أم هناك موهبة؟ أنا بحبك وهتكلم معك بصراحة مطلقة. ممكن تكون أول خطواتي كان سببها الجمال، لكن في جمالات كتير دخلوا المجال الفني ولم ينجحوا لأنهم كانوا يفتقدوا الموهبة. ده بقى الشيء اللي خلاني الحمد لله أستمر وأتقدم وأطلع بسرعات كويسة وأتقدم في عملي كفنانة. الموهبة بقى شيء طغى على شيء، لكن ما انكرش أن أول السلالم اللي دخلتها كان من منطلق أني جميلة، مع أني ما استشعرش أني جميلة، أنا حاسة أني إنسانة عادية خالص. طيب جيهان، بدنا نسأل، هل صحيح يعني عرفنا أنك بدأت تمثيل وأنت في سن 14 وشاركت أيضا مسرحية ريا وسكينة، هل هالكلام مظبوط؟ هو مش سن 14، هو من سن 11 سنة بالضبط. بسم الله. وكان من خلال برامج الأطفال والمسلسلات الإذاعية وما أشبه ذلك وأدوار صغيرة، وما كانش من خلال مسرحية ريا وسكينة، لا ده كان ولاد ريا وسكينة. المسرحية كانت بتاعت سهير رمزي وفاروق الفيشاوي، لكن كان في قبلها حاجات في السينما زي خليل بعد التعديل شافوني،
وفي فيلم سكة سفر، حاجات كنت أصغر من كده، كان عندي تقريبا 12 سنة. إذا الموهبة بدأت منذ الصغر. تقريبا. أيضا الفنانة جيهان نصر، هناك سؤال آخر، نلاحظ ارتباط جيهان نصر بالفنان سمير غانم في أكثر من عمل، لماذا سمير غانم وما الذي استفادته جيهان نصر من الفنان سمير غانم؟ والله يعتبر أستاذ سمير هو أول واحد أتاح لي فرصة البطولة قدامه على خشبة المسرح، وتحمس لي جدا، وابتدى هو يعني في أعماله والمخرجين اللي بتعاملوا معاه كل ما يجي يتقدم له عمل بيبقى في التقاء فكري ما بينه وما بين المخرج، ان جيهان هي اللي تقدم الدور الجديد، شايف فيها طاقات جديده ولسه لم تستهلك، فبيحاول يستغلها في وجوده، يعني استفاده مشتركه، ان هو بيخليني انا استفيد مجرد اني اشتغل معاه، وهو بيستفيد بخبرات جديده، او مش انا مش خبره بالنسبه له، بس شيء جديد، نمط جديد في التمثيل، بيساهم في ابراز شيء اخر في الحواديت اللي بتقدم. نعم جيهان، يمكن هناك سؤال دائما يطرح على الفنانين، شائعات لابد أن تطاردك كونك نجمة مثلا في عالم التمثيل، ويمكن آخر شائعة سمعناها هي شائعة زواجك، فهل أثرت؟ دي مش آخر إشاعة، ده أنا طول عمري من تقريبا من 3 سنين ابتدوا يجوزوني ويطلقوني براحتهم خالص. تأثير الإشاعات على الفنانين؟ طبعا أنا مش زعلانة لأن عارفة أنها ضريبة. إن شاء الله هتتجوز إن شاء الله قريب. يا رب ان شاء الله، دي امنيه كل بنت عربيه بتتمناها، وانا ما اختلفش عن البنات العربيات بالمره. طبعا طموحي الاعلى اني التقي بفارس احلامي وشريك حياتي، وساعه لما هيحصل الالتقاء الروحي دوت والمشاركه الوجدانيه اللي هتتم، فرحتي مش هتبقى جوه قلبي بس، دي هتغطي الوطن العربي كله على بعضه، لان حاسه ان انا وهم واحد، وانا شاركتهم في حياتي من الاول، فبالتالي ما مش هقدر استغنى عنهم بعد كده، وكل فرحه في حياتي لازم اقول لهم هم الاول. طب جيهان خلينا نساعد الصحفيه شوي، هل في مشروع زواج قريب؟ لا والله. لو عندك عريس حلو وامور قولي لي. نعود مره اخرى للفنانه جيهان نصر، قلت في حديث صحفي انه لا يقلقك أو لا تغلقي أي واحدة من جيلك، هل هذا غرور أم ثقة بالنفس؟ ألا تعتقدين أن مثل هذا التصريح أن ما فيش حد من جيل جيهان نصر بيقلقها، هل أعتبر ذلك غرور أم ثقة بالنفس؟ وألا تعتقدين أن مثل هذا التصريح قد يثير حزازات في الوسط الفني؟ بصراحة زي ما احنا متعودين بنتكلم مع بعض، ليس غرور بالمرة، لا بس بالعكس، يعني أنا عايزة أقول أن أنا ليا خط منفصل عن بنات جيلي، وهما بيلعبوا على خطوط اخرى، وما بحاولش اتشبه بحد علشان احس ان انا في منافسه معاه، ليا الخط اللي انا شغاله عليه وباتقن فيه وبالمعه وبوضبه، وكل يوم الخبره بتاعتي تزيد، وتنميق وتلميع وحب الناس ليا، فمش حاسه ان الخط بتاعي دوت حد بينافسني عليه او انا بنافس حد على الخط بتاعه، حاسه اني منفصله عنهم، بحس ان انا بقدم شيء خاص بيا متميز، بحس لما بتسمع صوتي بتقول دي جيهان، بتشوف عينيا تقول دي عين جيهان، بتشوف تمثيلي ده تمثيل جيهان، ما بتحسش ان انا بأشبه حد، وده اللي بحاول لي اوصله. فبالتالي ما فيش حد بيقلقني، اما تشوف اي فنانه اخرى ده شيء ما بالعكس، يعني انت لازم تنوع وتشوف فنانه اخرى بستايل تاني عشان تبتدي تحكم عليا وتقول لا جيهان هنا كويسه، لا هنا طريقه التمثيل، فما بحسش بمنافسات، غير ان انا حبي بيطغى دايما على زميلاتي، وما عمريش حسيت باحقاد ولا اي شيء من هذا القبيل، بالعكس لو في ايدي اني اساعد اي زميله بحاول اساعدها، لو في ايدي ان انا او وهي نبقى على روح حلوه واتصال ودي قائم، ده بسعى له بمنتهى الجديه. نعم، ايضا الفنانه جيهان نصر انت مذيعه متالقه لان الصوت ومخارج الحروف ما شاء الله واضحه تماما، اعتقد ان نادين هناك سؤال. نعم جيهان، نسال عن علاقاتك الفنيه مع الفنانين بالعالم العربي وخصوصا في دول الخليج، هل لك اي علاقات؟ والله يعني انا علاقاتي حتى في حياتي العاديه محدوده بالناس اللي بيتعاملوا معايا، يعني مش عايزه اقول اني مش اجتماعيه، لا بالعكس، بس انا مجرد زملائي في العمل هم بيكونوا اللي على علاقه ومعرفه بيهم. حصلت لي فرصه ان انا اتعاملت مع الاستاذ محمد حمزه من السعوديه والاستاذ لطفي الزيني، دي كانت فرصه ممتعه بالنسبه لي، اتعلمت من خلالها اللهجه السعودي، والحمد لله قدمتها بشبه اتقان في عمل سعودي كان اسمه قصر فوق الرمال، لكن ما اتحتليش الفرصه اني التقي بغير الاثنين دول، يعني وإذا كان نفسي يعني.
ايضا هناك طلب من الفنانه جيهان نصر، يا ريت المخرج اللي معاكم ياخذ كلوز اكثر على الـ على الـ على الفنانه جيهان نصر. قل لهم هم بيسمعوني ان شاء الله. عايزينك تخش كلوز على وشي اكثر من كده. نعم ان شاء الله يخشوا كلوز. الفنانه جيهان نصر من خلال مشوارك الفني، من هو المخرج المسرحي او التلفزيوني او حتى السينمائي الذي قدم الكثير للفنانه جيهان نصر واستفادت منه كثيرا؟ اي مخرج تعاملت معه هو بالفعل قدم لي شيء، مش لازم انا اقصد انسان بعينه واقول هو ده الوحيد اللي قدم لي شيء كتير، لا كل حد تعاملت معاه الحمد لله ما بخلش عليا بالنصيحه او بالمعلومه او بالتوجيه، كلهم بلا استثناء يعني الحمد لله. اي حد بتفاعل معه وبتعامل معاه بحس ان انا من اسرته، يا اخته يا بنته يا يعني قريبه جدا من قلبه، وبيتعاملوا معايا بمنتهى الحب، ما فيش حد بيبخل عليا بمعلومه، فبالتالي بكن لهم كلهم كل احترام، وحاسه فعلا ان كلهم ساعدوني، مفيش حد بخل عليا وما اقدرش احدد اقول ده بالذات ساعدني، لان فعلا الكل ساعدني الحمد لله. نعم جيهان، عرفنا انه اخر فيلم يمكن مثلتي توت عنخ امون مع الفنان حسين فهمي، فما هي اخر اخبارك الفنيه وماذا بعد هذا الفيلم؟ اخر اخبار الفنيه ويا رب استر يا رب الفوازير، لانها رعباني قوي 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 قوي، وخايفه اقول لكم على المشاعر اللي جوايا، بس اللي حصل ان انا قطاع الانتاج رشحني للفوازير، وحسيت ان فجاه انا كنت ماشيه خفيفه ورشيقه وادوني 100 كيلو شايلهم لي على كتافي، وانا ما بستحملش نص كيلو اشيله في ايديا فانا ماشيه وحاسه ان ذات ثقل كتير قوي، وبقول يا رب اقدر اتحرك وانا المسؤوليه دي على كتافي، لان مش عارفه ربنا يستر. التمثيل وغنى ورقص وشو وابهار كل ده مطلوب مني في عمل وانا خايفه بصراحه. لا ان شاء الله بدون خوف حتقدر ان شاء الله وأدها يا جيهان. عبر الاقمار الصناعيه وباسم اسره ليله خميس ومشاهدينا في كل مكان، نشكر الفنانه جيهان نصر ونتمنى ان تزور الكويت ونلقاها في الاستوديو ودون الاقمار الصناعيه. فنانه جيهان نصر، اذا كان هناك كلمه تودين ان تقوليها اهلا وسهلا. عايزة أقول لكم أشكركم على اللقاء دوت، أنا كنت متحفزة له أكتر منكم بكتير قوي قوي، وأول ما سمعت كلمة دولة الكويت أنا كان كلي متحفز أن أنا ألتقي بيكم، وكنت أتمنى أن أنا أكون معاكم وأقابلكم، وبشكر طبعا الأجهزة الإعلامية والتقدم في عالم الفضائيات أن أتاح لي أن أنا أتكلم معاكم وتسمعوني وتشوفوني مع بعض، ده كان منتهى املي، وكان نفسي فعلا اكون في وسطكم، وبحبكم قوي 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 كل دوله الكويت باهلها وشوارعها وناسها وحكومتها. شكرا لك جيهان، ونتمنى نحن نشوفك كمان معنا هون بالاستوديو بليله خميس باذن الله. ان شاء الله هتوحشوني. شكرا لك. أجمل تحية نقدمها لكم مع نشرة. ليه راح الصوت؟ ليه راح الصوت؟ مجلة المجالس ذكرت أن المطرب أحمد الحريبي يستعد لتصوير أغنية آه من الحب تحت إدارة المخرج نواف الشمري. أكبر دليل الروح يمك ميولة، أكبر دليل الروح يمك ميولة. راشد الماجد يتعاون لأول مرة مع الشاعر الشاب خالد المريخي من خلال أغنية أنت كلك ذوق.
الفنانة أصالة تغني للدكتورة الشاعرة سعاد الصباح قصيدة اعتذار، هذا ما ذكرته مجلة مرآة الأمة في عددها الأخير. من بعد ما حبك غطى على حب الذات، حبك شال الأنانية خلى مكان هالحنية، وصابح بكل كياني ما بحبش حد إلا. الصوت الشاب محمد البراك يستعد لطرح ألبوم غنائي جديد يكتب كلماته الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن، ناصر الأسباعي، نايف الشمري وفايز البراك. ونتوقف عند المجلات الصادرة في لبنان ونقرأ مجلة نورة. هاني شاكر يسافر إلى باريس لتصوير أغنية ليه ما نحلمش. الرحال الوحيد أبدأ من تاني حياتي وأصادف حب الدين، نسيانك صعب أكيد ملوش غير حل وحيد. عبد الله رويشد يقول أن الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب أطلق عليه لقب الأخطبوط. ولا يرضي قلبي شيء لا تظن العين من بعد تشوف، ولا يرضي قلبي شيء أنا لك يا زين بكل الظروف. مجلة الموعد تواصل نشر ذكريات محمد بديع سرباي مع الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب. صحيح أقدر أكشف قلبك وأسأل عاللي في بالي، تسأل عن إيه؟ عايز أعرف. جارة القمر الفنانة فيروز انتهت من تسجيل 4 أغنيات جديدة للملحن السوري محمد محسن. ولما عحالي سكرت الباب لقيتك بعيني وبين حالي، كنا تودعنا وصوتك غاب وناداني العمر. ومن المجلات الصادرة في الكويت نطير إلى أرض الكنانة لنتصفح المجلات الفنية الصادرة في مصر. في مجلة كل الناس نقرأ هذه المقابلة مع الفنان السعودي علي عبد الكريم. علي عبد الكريم يؤكد أنه يخطط للتعاون مع الملحنين المصريين أعمار الشريعي، صلاح الشرنوبي، حلمي بكر ومحمد ضياء. وليد توفيق يستقر في القاهرة ويؤسس شركة إنتاج قمر الليل. وأنا في بعدك أصغر منام، زيني وعدك بورد الأحلام. وأنا في بعدك أصغر منام، وبقربك أحيا بجنة غرام. العرسان هو اسم الفيلم الاستعراضي الذي ستقوم ببطولته الفنانة منى عبد الغني، وسيتم تصويره في بيروت. أما مجلة السينما فقد قالت ميادة الحناوي تصل إلى القاهرة وتتعاون لأول مرة مع الملحن خالد الأمير، وتستعد للتعاون مع الملحن عمار الشريعي. كل الأيام اللي نسيتها اتخلت
حسين عمر يقول أن سبب خلافه مع الفنان محمد عبده أغنية آخر زيارة التي كتبها فايق عبد الجليل ولحنها الدكتور عبد الرب إدريس. إلى هنا نأتي لنهاية نشرة أخبار الصحف الفنية لسهرة ليلة خميس. إلى أن نلتقي الأسبوع المقبل، لكم أجمل تحيات عبد الحكيم السبتي وندين سيداني. في حياتي تشرقي مثل نجمة تبرقي، لكن ظروفك غريبة، لكن ظروفك غريبة. أنت عارف يا الحبيب إن عالمنا غريب، والهوى قسمه ونصيب، وهذه الدنيا عجيبة. وكان ودي نلتقي في حياتي تشرقي مثل نجمة تبرقي، لكن ظروفك غريبة. أيوة أيوة. أنت عارف يا الحبيب إن عالمنا غريب، والهوى قسمه ونصيب، وهذه الدنيا عجيبة. وكان ودي نلتقي في حياتي تشرقي مثل نجمة تبرقي، لكن ظروفك غريبة، لكن ظروفك غريبة. كيف قولي لي كون حبنا بس بالعيون، اطلبي عمري هون، والقمر عندك أجيبة. خليك احساس وخيال، خليني صورة وجمال، نلتقي هذا محال حتى لو اني قريب. كما وعدتنا زميلتنا غادة الرزوقي أن تنتقل إلى فندق حياة ريجنسي لتتابع وقائع الحفل الخيري للفنان راغب علامة، سننتقل هناك. سمحت، بغينا نسأل الحين هاي ثاني حفلة لك في الكويت من بعد حفلة أمس. نعم. شلون استقبال الجمهور لك بعد غيبة 6 سنين يمكن؟ بعد غيبة 6 سنين مثل ما عودنا الجمهور الكويتي على المحبة. المحبة هذه جزء من قلوب الكويتيين اللي ما بننساها، وعلاقة حميمة جدا كل عمرنا في الكويت وخارج الكويت لما نلتقي بالجمهور الكويتي، فالأجواء رائعة والحمد لله. أكيد استقبلك بحفاوة كبيرة. الحمد لله. أوكي، شو ناوي تقدم لهم اليوم؟ الشريط جديد مع الأغاني اللي ما غنيناها قبل، مع نشوف ما يطلبه الجمهور يعني. أغاني خليجي طبعا. أكيد رح غني. تنسى؟ لا ما رح أنسى. راح أغني كل الأغاني اللي بيطلبوها الناس. أوكي شكراً. أوكي. نخليك عدلان عطلك. شكراً، يعطيكم العافية. مشاهدينا من حياة ريجنسي نعود إلى استوديو، ويسعدني أن أرحب بالفنان مصطفى أحمد ضيفنا في هذه الليلة، وطبعاً أبدأ وأسأله لما هذه الغيبة؟ أشكرك أول على النغاء، وبعدين الغيبة يعني طبيعية تهيالي بالنسبة لي أنا شخصياً. إنتاج مقل فيه الحقيقة، في ظروف معينة، في نفس الوقت الإذاعة طبعا ما فرقة موسيقية ما هي موجودة بالإذاعة. نعم. في المناسبة ندعي مع الوزير إن شاء الله في تصير في فرقة موسيقية في الإذاعة عشان ممكن نقدم إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. أيضا أجدد التحية للفنان مصطفى أحمد، وجميل جدا أن الواحد يقعد أمام هذا التاريخ حقيقة ويتحدث لهذا التاريخ. أشكرك. طبعا الناس حنت لأغاني الستينات. نعم. وتقول وين أغاني الستينات باعتقادك، أو أبي رأيك عن الأغنية الحديثة. والله رأيي في الأغنية يعني الموجودة الآن يعني
جيدة تقريبا، ما أقدر أقول عنها يعني مو زينة، يعني فيها تقدم بالنسبة لبعض الفنانين أو المطربين اللي يقدمون، وفي بعضهم يعني مع الأسف يعني فيها أقدر أقول لك وينك أنت عن الأغاني وعن شركات الإنتاج عموما يعني. لا شركة الإنتاج الآن مع احترامي لهم يبون مثل ما تقول العمل السريع أو الربح السريع، يعني بالنسبة لأغانينا إحنا الموجودة أو اللي نغنيها يتهيأ لي ما التجارة شركات تجارية ما تقبلها يعني تهيأ. أستاذ مصطفى، يمكن قدمت خلال مشوارك الفني العديد من الأغاني، أي أغاني أكثر أغاني تأثرت فيها؟ من اللي قدمته؟ والله قدمت في بعضهم تأثرت فيهم وبعضهم يعني بتعتز فيهم، أي أكثر أغاني بتعتز فيهم؟ والله في أغاني نجحت لي كثير نعم. الحقيقة يعني أعدلهم لك يعني. هل في عناوين معينة؟ كثير يعني أسامي معينة؟ أيوة الله يا الدنيا وما درينا بك وقال أحبك أوي لا وما دريت، يعني مجموعة أغاني الحقيقة نعم بالسبعينات والحمد لله نجحوا يعني. أيضا ما أدري إذا في ممكن في لك أغنية نادرة مع الموسيقار محمد الموجي، وكلمات الأغنية من كلمات الشاعر الكبير مبارك الحديبي، هي أغنية ودي. شو تقول عن الموسيقار الراحل؟ الله يرحمه. أغنية هويتك، وشو تقول عن الموسيقار الراحل؟ شلون تعاونت وياه؟ رحمة الله عليه، يعني هو أنا كنت من المعجبين فيه الحقيقة، هو فنان يعني ما أقدر أنا أعبر عن فنان كبير، يعني من الصعب إني أقدر أعطيه يعني وصف أو أقدم له، وكنت أنا من المعجبين في الحقيقة، فكانت سفراتي لمصر من أوصل على طول ألتقي معه ويجي عندي ونقعد مع بعض يعني كذا سفرات، فقال لي أنا يعني مثل ما تقول الله يرحمه أبي أقدم شغلة معاك يعني، قلت له والله يعني أنت فنان كبير يعني بالنسبة لي أنا على مستوى الخليج يعني كان نعم. الكلام هذا في السبعينات تتذكره في 72 يعني نعم. انت يعني مستوى عبد الحليم وعلى مستوى فنانين مصر كبار يعني بالنسبه لنا احنا الكلمه المصريه انا ما اقدر اخدمها لان في ناس احسن مني يخدموها، طبعا احنا على مستوى الخليج فكان في المناسبه الاخ مبارك الحديبي قال لي قلت له هذه كلمات كانت عربيه يعني نعم. هويتك وانت يا عمري في عمر الولد، فعملها لحنها يعني أتذكرها في ليلة كنا مع بعض وسجلنا وتوفقنا فيها إن شاء الله. نسمع منها شوي تذكرها لازم عود عاد. طيب نسأل عن الملحنين في دولة الكويت، مع مين تعاملت ومين استفدت منه؟ أكثر ملحن استفدت منه وحبيت تتعامل معه؟ والله كلهم إخواني يعني استفدت منه فنانين، بس عندي الأستاذ أحمد باقر استفدت منه في أشياء ارتحت بالتعامل معه فيه. نعم أستاذ أحمد باقر يعني مو هو عملية صعب يعني عملية إنه دقيق جدا واستفدت منه كثير أنا يعني في شغله يعني هو من النوع اللي شغله جيد جدا نعم. استفدت منه كثير الحقيقة. أي أغنية بالضبط؟ نعم أي أغنية تذكر من الأغاني؟ والله في أغاني يعني في أغاني نعم. يعني يا فلان عندي إيش خبر كذا يعني في مجموعة أغاني اشتريت. على العموم احنا طبعا على ما نسمعها بعد شوي منك مع الفرقة ودنا نسمع الأغنية بعد ما نشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء وحضورك الاستديو. الله يخليك، شكرا جزيلا. شكرا لك على حضورك. مشكورك. مشاهدينا نشكر الفنان مصطفى أحمد على حضوره اليوم إلى ليلة خميس، ونتابع معكم بقية فقرات ليلة خميس.
حدر داجن فوق متنا ينشلا ناثر القصة على قوس الهلال ناثر القصة على قوس الهلال والتزم بالصمت ما رد السؤال والواحد كالسيوف مسللة كن يلعب بالهدف موج الشلال قلت له دمي لكم من حللة والتزم بالصمت ما رد السؤال وش حياتي والرماح مضللة وش حياتي والرماح مضللة لا حول عندي ولا عنها محال لا حول عندي ولا عنها محال باندفاع الحب وردود الخيال من غلاه الروح طوع مدللة في الخوافي لا يحول ولا يحال الضمير بنار كبرى تشعلة باندفاع الحب وردود الخيال من غلاه الروح طوع مدللة فقرتنا القادمة عند الدكتورة منى غريب وأعتقد بأن شافت لها أحد يأشر أو بتحلل إيماءاته. عموما علم الإيماءات والإشارات علم قائم بذاته وتواصل معنا الدكتورة منى مشوارها، فماذا ستقدم لنا يا ترى؟ وقبل أن نواصل نذكر مشاهدينا ونقول الاستفسار من الدكتورة منى الغريب ما عليهم سوى إرسال فاكس على رقم 2447196. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم.
اهلا فيك نادين. اهلا من غير اشارات. من غير اشارات. على فكره اذا احنا تحركنا او ما تحركنا، اذا عملنا اشارات وايماءات او ما عملنا، فعمليه التواصل لازم تتم بيننا وبين الاشخاص الثانيين، وهذه هي النقطه الاولى اللي كنت انا حابه ابدا فيها فقرتي هذا المساء، ان هدف هذا البرنامج ليس نقد الايماءات والاشارات اللي احنا نعملها لما نتواصل مع الاخرين، لانه لا يمكن أن لا نتحرك عندما نتواصل مع الآخرين. يعني لا مهرب. لا مهرب. لأن التواصل يتم عبر الكلام، عبر الإيماءات والإشارات، الملابس، المسافة بين المتحدثين، الجنس، العمر إلى آخره. كذلك في نقطة ثانية كنت حابة أنا أتكلم عنها، أن علم الإيماءات والإشارات اليوم راح أحاول أسلط الضوء على شلون ممكن نستغل هذا العلم اللي سلطنا الضوء عليه في الحلقات السابقة، شلون ممكن نستخدمه وتوظيفه في عملية التواصل مع الآخرين وعملية التفاوض مع الآخرين بهدف التقرب منهم لأسباب أو لأهداف عديدة، تجارية، سياسية، إنسانية. والأهداف اللي تهمني أنا في حلقة هذا المساء هي الأهداف الإنسانية، واللي تكلم عنها قبل شوي الفنان راغب علامة، والأغاني اللي قاعد يعملها حاليا لصالح المعاقين. إذن حلقة اليوم هي عبارة عن إيماءات وإشارات متعلقة للمعاقين بهدف التقرب منهم من جهة، ومن جهة أخرى بهدف كذلك فهم الصم، فئة ثانية من المعاقين اللي هم الصم والبكم. الموضوع الأول لهذا المساء هو النظرة. طبعا في الحلقة الأولى من برنامجنا أو من فقرة إيماءات وإشارات من 3 أسابيع حوالي، شفنا كيف أن النظرة لما إحنا نطالع الشخص المقابل لنا نظرة طويلة وعميقة، شفنا شلون النظرة تحمل كثير من المعاني، ممكن التحدي، ممكن الإعجاب، ممكن الكره، إلى آخره من هذه المعاني. وشفنا شلون هالنظرة هذه ممكن، أو إحنا سميناها بالمصطلح الكويتي الخزة أو الخز، شلون ممكن يثير غضب الشخص الثاني. يا ترى هذه النظرة شنو يشعر منها، شنو يشعر المعاقين أو شعور المعاقين من هذه النظرة لما تسلط لهم لما ينوجدون في مكان عام؟ أنا قدرت أشوف الإجابة لكم من خلال برنامج السنعوسي، اللي حقيقة نشكره على هذا البرنامج لأنه يعالج الكثير من القضايا الاجتماعية. خلونا نشوف اللقطة الأولى. المعاق يحس انه غريب في ديرته، يعني احنا نحس كمعاقين كاننا غرباء في ديرتنا. يعني اضرب لك مثال، الحين لو اي ويلتشير مثلا، مستعمل الويلتشير يطلع لو يدش باي يعني اي مكان عام، راح تشوف كل انظار العالم تتحول الى هذا المعاق. لماذا يعني، لماذا شيء هذا، مع ان احنا خرجنا وشفنا في اغلب الدول العالميه ما نشوف النظره هذه. يعني أنا هذه صراحة إذا انشالت وعى العالم إن هذا سوي، يعني حال الناس العاديين، ولا يلفت النظر إن كل ما دش في مكان مثلا كل العالم يلتفتوا له أو قام يأشرون عليه أو شغلة، هذا الإحساس يحسسنا إن كأنه غرباء في الديرة اللي احنا عايشين. شيء طبيعي إنه يحسسهم كأنهم غرباء، لأن النظرة مجرد النظرة، يعني ما في داعي نتكلم، مجرد النظرة لحق الأشخاص أو إن نتساسر لما نشوفهم راح يشعرون بأن في شيء غير طبيعي، وهذا راح يشعرهم في غربة في بلد ينتمون لها. طبعا النظرة والإشارات لهذه الفئة من الناس اللي لازم نعودها أن تندمج ونندمج إحنا معاها، راح تؤدي لنتائج جدا خطيرة. خلونا نسمع المعاق الثاني شنو يقول. طبعا المعاق الثاني راح نشوف انه راح نفس الطريقه راح ينقد طريقه الخز وطريقه النظره اليه. ما ادري اللقطه الثانيه جاهزه؟ لا، ونشوف اللقطة الثانية، مش الإعادة وإنما اللقطة الثانية اللي هي نتائج الخز أو النظرة للمعاقين، وشنو ممكن هذا يأثر عليهم سلبيا في تقدمهم واندماجهم في مجتمعنا الحالي. تطلع في الشارع دائما نتكلم ليش ما في نواقص، ليش ما في تسهيلات، ما في شيء، بس مو قاعدين نشوف المعاق، لأن أغلب الأهالي قاعد يخشونهم. فأنا أعتقد خطأ في نسبة كبيرة من الخطأ على إيش اسمه؟ في بيوت، في البيوت داخل البيت.
مثل ما شفنا ان هالنتيجه ان الاهالي يخشونهم، ليش؟ عشان يخافون من ان الناس تطالعهم وتاشر عليهم. ترى النتيجه ممكن تصير اخطر من هالشيء يا جماعه. اذا شفنا اللقطه الثالثه، ما نبي البطيء، نبي اللقطه الثالثه لو سمحتوا. اللقطه الثالثه لو سمحتوا، المراه لما تتكلم في معاقه تتكلم وتقول بالبيت عشان ما تدرس، ويعني الحين مسكينه لا تعرف تقرا ولا تكتب، لان شنو شو اسمه يقولون عيب انها تطلع تفشلنا وما ادري شنو. هذه الحق اللي شو اسمه الاباء والامهات اللي جهله يعني. بلى. اي نعم. اذا يا جماعه احنا شفنا ان كيف ان بمجرد النظره سلوكياتنا حتى لو ما نتكلم شلون يؤثر على سلوكيات المعاقين. هذه الفئه اللي لازم احنا نحترمها، لان يا جماعه احنا صرنا في بلد يقاس تحضر البلد بمدى احترام حقوق المعاقين ومدى اندماجهم وفي مجتمعنا هذا. طبعا هذا كان من جهه النظره الموجهه للمعاقين. موضوعنا اليوم الثاني اللي هو كيفية استغلال الإيماءات والإشارات في فهم لغة الصم والبكم. هي فئة ثانية من المعاقين، هم يستعملون إشارات معينة عشان يتواصلون بعضهم مع بعض. ترى اللغة اللي هم يستعملونها سهلة جدا. من بعد ما ألقيت أو حاولت أني أشوف شلون يستعملونها، يستعملون هم ثلاث طرق للتواصل بين بعضهم البعض. أول طريقة هي الإيماءات المصطنعة، بمعنى مثل ما إحنا اخترعنا كلام، هم نفس الشيء اخترعوا إشارات عشان يتواصلون بعضهم مع بعض، واللي مو دارس الإشارات ما راح يفهم الإشارات. وعلى فكرة هالإشارات هذه مش موحدة، في مشكلة إن كل مدرسة لها إشاراتها الخاصة، وحتى في نفس البلد في عدة مدارس كل مدرسة لها إشاراتها. إذن يعني معناته حتى هم يعانون من تعدد اللغات، كما نحن الناطقون نعاني من تعدد اللغات. هذه أول نوع من الإشارات اللي يستعملونها، اللغات اللغة المصطنعة والإشارات المصطنعة اللي إحنا ما نفهمها إذا ما تعلمناها. في إشارات ثانية يستعملونها، وهذا هو هدف برنامجي السابق تحليلات الإيماءات اللي شفناها في الحلقات السابقة. إشارات إحنا نستعملها رمزية أنا أسميها، ولها معاني ثابتة وما تتغير، مثل حركة لحظة شوية، حركة اللي إحنا نسميه خزيتاء أو الفشلة أو العيب، مثل حركة الكتابة، النفي القاطع اللي شفناه مؤخرا في المسرحية السابقة. هذا النوع الثاني من الحركات. في نوع ثالث من الحركات اللي هي المقلدة، الحركات المقلدة للكلام اللي إحنا نقوله، مثل راح تلاحظون بعد شوي بالفيلم يتكلم الرجل يقول عن الويل شير، يسوي بالنسبة للويل شير، يسوي كلمة الويل شير، الكتابة إلى آخره. لو نشوف بس مقطع واحد وتشوفون المقطع يعادل المقطع الأول لو نشوفه فقط لو سمحتوا، بس عشان نشوف ولاحظوا المترجم شلون يستعمل لغة الصم والبكم، وراح تشوفون هالثلاث أنواع من الإيماءات والإشارات. ما أدري إذا جاهزين، نشوف بس إعادة المقطع الأول. طبعاً مثل ما قلت لكم إن هم لاحظوا في ثلاث أنواع، في نوع من الإيماءات ما راح تفهمونها مثل ما أنا ما راح أفهمها، في نوع ثاني راح تشوفون يتخلل إيماءات مثل لحظة، نفي إلى آخره. أعتقد جاهزين. لما يتكلم ويقول لماذا المعاق يحس انه غريب في ديرته، يعني احنا نحس كمعاقين كاننا غرباء في ديرتنا. لاحظوا الحركه اللي قاعد يسويها هي المعاق، هذه لاحظوا هذه حركه الويل شير المقلده للكلمه، لانها مقلده للكرسي اللي على عجلات. ولاحظوا هني في عندنا نوع ثاني من الايماءات اللي هي الكل، الجميع، وهني النظرة الجميع ينظر لنا إلى آخره. أتينا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى أن يكون في عندي وقت أكثر من هالشيء عشان نتمادى في هذا الموضوع اللي هو جدا إنساني ومهم، وأشكركم وإلى اللقاء. دكتورة منى شكرا لك على التحليل الإنساني. مرسي، شكرا. والآن مشاهدينا ننتقل من التحليل الإنساني إلى الحفل الخيري الإنساني والفنان رغب علامة. علمتيني احب الكون واشتاق لعيونك.
مطرح قلبك ما يكون حنقد روحي وقلبي معاكي واشتاق لعيونك شلون ده انا مطرح قلبك ما يكون حنقد روحي وقلبي معاكي يا علمتيني احب وانسى معاك هموم الدنيا والمشوار الصعب علمتيني احب الدنيا علمتيني احب وانسى معاك هموم الدنيا والمشوار الصعب علمتيني ادوب وياك يسهر قلبي يغني غناك قلبي خدي قلبي طاير بهواكي خدي اكتر من القلب خدي قلبي طاير بهواكي خدي اكتر اكتر من نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا في ليلة خميس، ونتمنى لكم قضاء الليلة وكل ليلة بفرح واستمتاع. حتى نلقاكم يوم الخميس المقبل وليلة خميس جديدة، لكم منا كل الحب. تصبحوا على خير. ايه سارة ليلي سارة.